نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن نصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي كابتن ادم، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عربي، كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن نصر نورنا كابتن. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي على الدوري طبعا وعلى التميز هذا الموسم، مبروك للجماهير كابتن علاء وللاعبين والجهاز الفني، مجهود كبير جدا قاموا بيه. مبروك لمجلس اداره بالكامل برئاسه كابتن محمود الخطيب. كابتن ايمن، النهارده عندنا محمد معروف حكم الدولي لسه راجع من كاس العالم للشباب، قدم كابتن شريف مباراه كويسه جدا هناك، مردوده كان كويس، بيشتغل على نفسه كويس قوي قوي قوي. نتمنى احنا كمان هنا في مصر كابتن علاء نساعد الحكام اللي هي بتبقى مصنفه في نوعيه الماتشات اللي بياخدوها، ازاي نحط الحكم في المباراه اللي هو يعني ممكن يكون من خلالها يقدم مردود كويس. نتكلم على موضوع التعيينات، ودي قصه كبيره جدا جدا، وهنتكلم في الختام بس مش النهارده مع الكابتن اسلام في حلقه خاصه عن ختام الدوري والتحكيم وكل الكلام ده. النهارده محمد عمرو في كابتن ايمن، مباراه سهله جدا لاسباب كتيره جدا. اولا نروح اللاعبين بين الملعب، في الملعب ما فيش اختبار داخل منطقه الجزاء، عندنا كمان نتيجه المباراه النادي الاهلي النهارده بيلعب بالشباب، فالمباراه النهارده يعني سهله ما فيش فيها صعوبه. ولكن ان انا عندي حاله في الدقيقه 34 يا كابتن عادل، كابتن اسامه، ما ينفعش تعدي علينا احنا، يعني ممكن تعدي على اي حد، ولكن الدقيقه 34 النهارده بتشهد حرمان محمد معروف من التميز. هجيب الحاله دي مهمه جدا ومش هتنفع تعدي علينا. طاقم التحكيم بالكامل قدم مباراه كويسه النهارده، سواء محمد معروف النهارده وكان معاه احمد نوفل المساعد الاول، عمل مباراه جميله جدا، تعاون احمد نوفل موجود اهوت، ومعاه محمود كثير كان المساعد الثاني، واحمد ناجي كان الرابع، محمود بسويني كان على الفار، واسامه السيد كان ايفور. انا جايب الحاله دي مهمه قوي قوي يا كابتن علاء، وبس يعني يا ريت نشوفها، عشان احنا يا جماعه في حاجه اسمها العقوبات الانضباطيه. هنا سمير معايا بقى واحده واحده، عشان الحاله دي مهمه، انا ببني عليها شيء مهم جدا يا ايمن يا علاء. يا جماعه لازم البطاقات دي ليها حسابات. مين ارتكب مخالفه هنا يا كابتن؟ اللاعب رقم 40 من النادي المصري اللي هو الجزار، اللاعب هنا بايه؟ ها، بتهور ده، تمام مظبوط، انذار بطاقه صحيحه، برافو معروف، ممتاز معروف، 100 100. السؤال هنا انا كحكم، طب خلينا نشوف اللعبه الثانيه، لعبه جميله جدا جدا مش هتعدي علينا، يعني هنا في الاستوديو مش هتعدي. ها، اللي شاف حاجه يقولها. اللي بعديه سمير، معلش ثاني واحده واحده، لان دي انا هبني عليها حاجات كتير. نشوف اللعبه الاولانيه هنا، واحد دي انذار، سيبك من دي مبدئيا، انذار الثانيه، انذار اثنين. جماعه دي مهمه جدا جدا لحكام مصر كلهم، انا مش هخاف يا كابتن علاء على اللاعب اكتر من نفسه، انا كحكم مش هخاف على اللاعب اكتر من نفسه. هنا الجزار هو نفس اللاعب. طب تعال نحل اللعبه ديت واحده واحده لحكامنا. كابتن محمد في اللعبه الاولانيه، معلش سمير تاني، معلش تاني، هنا في مخالفه، في مخالفه ولا مفيش؟ نقط بس يا كابتن، في مخالفه، في طبعا، ايه اللي حصل؟ الحكم مشاه استمراريه، تمام، خلاص كده انا نسيت دي. لما راح تاني لاعب الاهلي، لاعب الاهلي نجح في لعب الكره، ايه اللي حصل؟ ضرب برضه، مخالفه ثانيه، هو حسب المخالفه دي صح؟ يبقى انا النهارده دي مخالفه تستوجب ايه؟ انذار، الصفرة الثانيه ثم الحمراء ثم احمر. انا مش هخاف على اللاعب اكتر من اللاعب، عنده انذار، ان اللاعب ما خافش على نفسه يا كابتن اسامه، هو يتحمل مسؤوليه خطا. هنا نشوف معروف بقى عمل ايه؟ ندى واحد تاني، ندى سمير، معلش معلش انا هتعبك معايا النهارده، بس انا ببني وساب ال هنا 25، بص ده، وهنا الجزار اللي واخد انذار في دقيقه 32، ها هنا الجزار في دقيقه 32 جاب التاني وساب ده. عمل ايه معروف؟ يلا بقى نشوف عمل ايه، نشوف عمل ايه معروف. الله عليك يا سمير، الله عليك يا سمير، ممتاز. نشوف، انا تخيلت ان هو هيجيب الجزار بقى، اه لا
جاب واحد تاني. جاب 15. جاب الاولاني. جاب الفاول الاولاني. لا فاول اولاني. طالما انت عملت طالما انت عملت ادفانتج يبقى انا بحسب على الخطا الثاني مش الاولاني. مظبوط. دي لعبه مش هتعدي علينا يا كابتن عادل. يبقى انا عندي هنا جزار بطاقه ثانيه وبطاقة حمراء وشكرا. من الدقيقة كام؟ 34. صح، يبقى هو كل يجي مبسوط كده عمل ده وخلاص. دي حاجة يمكن يا ابن الله. صح، بس هو الطبيعي الطبيعي انا ناخد على اللعبة الثانية مش الأولى. ايوه تحت الفرصة. انا سبت استمرارية في اللعب، فالطبيعي اوضع الثانية مش الأولى. صحيح، بس يعني هو انا ممكن ارجع لها لو اللعبة دي ما كانش مخالفة. انت بتدور على دي يا كابتن؟ دي حاله تعليميه يا كابتن مش المعروفه. كابتن اسامه لا لا لا، انا بتكلم على الحكام كلها. ليه 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 انا معروف او اي حكم اللاعب عارف ان هو عنده انذار، يبقى انا حريص على نفسي ما اخدش البطاقه الثانيه. هو عمل ريسك وخد البطاقه الثانيه اداها له، هو اللي بيقول لك اطردني. انا بخاف على اللاعب ليه؟ انا خاف على نفسي. محمد عرف النهارده عمل مباراه جامده جدا 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 وجاب كاس العالم 10 على 10، ولكن هذه مخالفه لا طبعا. لكل حكامنا ما تحسبش حسابات، ماليش علاقه. هنا في خطأ استوجب بطاقة تانية، كان يجب إشهار البطاقة الحمراء للجزار في هذه اللعبة لأنه صفر على التانية ما صفرش على الأولى. زعلنا منه دي رغم إن معروف من الحكام كويس. يلا بقى سمير كده بشكرك ونعدي بقى ونجيب الحالات اللي بعد كده. حالة من الحالات المهمة هنا ونشوف هنا محمد فخري هنا هل الكرة بتاعه بالخط المرمى ولا لأ. هنا بصراحة الكاميرا مبينة كويس والتصوير كويس قوي قوي قوي، وأحمد نوفل كان مصحصح قوي المساعد الأول. نشوف اللعبة دي يا علاء يا شريف، شوف هنا هتعدي ويجي هنا محمد فخري بيشيلها قبل خط المرمى، واحنا بنبين ايضا هنا الحكم مساعد والحكم كان قرارهم سليم في استمرار اللعب. الحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه هنا عند احمد نفر ايضا مساعد رقم واحد. هنا عمل ديلي لان هنا لاعب مصري كان في موقف تسلل، ثم بعد كده هنلاقي ان هو اشاره ومحمد معروف هنا بيصفر على تسلل. نشوف الحاله من اللقطه اللي جايه ونشوف لحظه التمرير. هنا القدم هنا سابقه وبالتالي هنا كان في تسلل، هو مشى اللعبه عادل شريف لحد ما الهجمه انتهت ورفع على التسلل، وده اجاده من احمد نوفل في هذه الحاله. الحاله بعد كده، الحاله بعد كده مهمه جدا، نشوف اللي جاي. ستوب، واقف هنا. هنا احنا هنا مش بننقد الحكام والله ابدا، احنا هنا مكان لجنه الحكام في تطوير الحكام يا كابتن. صح، معروف انت حكم دولي كبير تمام، لابد ان يكون عندك قراءه اعلاء. مظبوط، قراءه. لان هنا انا عملت ايه؟ ستوب، انا عاوز اشوط، بوظت اللعبه كمهاجم. كانه مدافع، انا كمهاجم محضر حالي حسن وكان كسلان هشوط. بالظبط، وجود معروف هنا عمل لي انا كسل، ارتباك، ارتباك عمل اللاعب يا كابتن. لعيب كانه مدافع للنادي المصري وكسل. بالظبط، كسل من الاهلي هو اللي ضحك عليه وعمل الفنت وفوت الكوره. ما تظلمش محمد معروف. طيب هو كسل، همشي معاك. انا هنا الخلاصه ايه؟ حرام. محمد خلي بالك، انت حكم دولي، لا يجب عليك انك انت تكون في محيط اللعب، حاول تخرج بسرعه لان دي من ضمن التدريب العملي للحكام في ميدان اللعب يا اسامه. تمام، هنا انت شايف الكوره جايه خلاص، ما انتش عارف تروح فين. لاعب الاهلي اللي ضحك عليه بقت مشكله. نعدي وانت يا معروف حكم كبير جدا جدا جدا. الحاله اللي جايه، الله عليك يا معروف، امتياز. بس يرجع يدي بقى، كانت ممكن تيجي جون. مظبوط، شوف تاني معلش سمير سامحني. لا بعد هنا شاطها. ستوب، المخالفه موجوده، كان زيد انذار. هحسب هنا ولا استنى شويه واشوف؟ لا استنى وشوف. عنده قراءه جيده. مزبوط. نمشي يا سمير معلش، نمشي. ادي بقى 2-1 وبقى واحد هدف، يعني واحد هدف مليون في المية هدف. لو كان جه يحسب لي محمد معروف ليه اتاح فرصة جيدة. وده انا في الماتش اللي قبليه برضو كان حكم لنا ماتش، وده انا بنفس 10-10 كابتن شريف، انت ذاكرتك كويس. عملها لنا بنفس الوقت وجبنا جون، النادي الاهلي جاب هدف وطلع لهم بره قال لهم انا صح. بالظبط كده، وهنا بنقول ايه؟ ده تميز الحكم، ازاي انك انت تساعد في متعة المشاهد، في انك انت تساعد كمان الفريق اللي هو بيرتكب ضده الخطا، انك انت تدي استمرارية. السؤال هنا سؤال سريع يا كابتن، هل بعد مرور اللعبه تستحق انذار؟ التهور لابد انك ترجع تدي البطاقه بس كده، مش فيها كده. هو البنالتي بتاع حسين الشحات تمام. برافو معروف، 10-10 في تحت الفرصه، بحييك عليها. تعالى بقى هجيب لك حاجه مهمه جدا. وهنا بقى هنا كان موجود البطاقه هنا مفقوده يا كابتن عادل. نشوف هنا الدخول، هنا لاعب رقم 26، شوف هنا فوت وفوت رجله عاليه. وهنا شوف هنا خلاص احنا حفظنا، هنا مخالفه تستوجب يا اسامه البطاقه الصفراء.
لم تشهر للاعب نادي المصري. نشوف هنا القدم على القدم لخدع فتاح، عدت منك ولكن هو حسب المخالفة. بص اللي بعد كده هقول لك حاجه بعديها، هقول لك حاجه بعديها. حاله من الحالات المهمه جدا، ودي برضك بحيي فيها محمد معروف كابتن. بص النادي الاهلي عمل ايه، العب لعب على طول، ما عطلتش اللعب. ممكن حكم تقول لك صفر ويرجع تاني اللعبه، هرجع تاني اسيب معلش تتاخر كام. هنا في مخالفه، انا من حقي كلاعب العب بسرعه، وده اللي حصل. النادي الاهلي ثبت ولعب، كان هو ممكن يرجع اللعبه لكن هو خلى اللعبه تواصل، ودي بحييه عليها ان هو ادى استمرار في اللعب. الحاله اللي جايه جبنا له تحرك سلبي، والنهارده بنجيب له تحرك ايه يا كابتن؟ ايجابي. سمير معلش هرجع تاني عشان نقول للناس ونقول لحكامنا، معروف هنا اهو كابتن شريف لما لقى لعبه هنا جه فين؟ جه هنا. ايوه طب جه هنا ليه؟ عشان يدي بينالتي. لا عشان يبعد عن الكوره كمان. عشان يكشف زاويه رؤيه، عشان الرؤيه. ما عشان ايه يعني؟ جه ليه الرؤيه ويبعد عن الكوره؟ عارف ده جه جري يا كابتن. جه جري ليه؟ لان هو متوقع ممكن تحصل حاجه. هو حب الرؤيه والمكان. نعم ايوه ده. هو الرؤيه والمكان. اه هرجع هنا. بص يا كابتن هنا انا لو حكم انا فضلت واقف هنا، نقف نقف بس كده. حصلت مخالفه هنا انا ما شفتش. اه الرؤيه هو غير اتجاه. ماشي البارح هيجيبها له يا كابتن، البارح هيجيبها. يلا يلا يا سمير، يلا يلا ماشي نمشي 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 عشان يشوف هنا ايه اللي حصل، عشان خاطر هنا الرؤيه بتاعته. عمل كوره هايله جدا، ولكن انا بقول دي 34 كان يجب اشهار البطاقه الصفراء الثانيه للانذار الثاني والبطاقه الحمراء. صحيح. توفيق محمد معروف، توفيق التحكيم المصري. اتمنى بقى الموسم اللي جاي يا كابتن ايمن ان احنا نشوف باذن الله رب تطوير على اعلى مستوى ان شاء الله. بشكر الاستوديو التحليلي وبشكر فريق العمل اللي بره اللي هو بصراحه هو يعني عمل شغل كويس قوي قوي النهارده معانا، وتمنياتنا بالفوز للنادي الاهلي في البطولات اللي جايه يا كابتن. يا رب ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا هذا الموسم. شكرا شكرا لك يا كابتن. انتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي والنادي المصري بورسعيدي في ختام مباراه الدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه على موسم اكثر من رائع، موسم ناجح، موسم متميز، موسم تاريخي، وبالتوفيق ان شاء الله لنادينا الحبيب دائما دائما مفرحنا هو النادي الاهلي، هو مصدر سعادتنا الدائم. بشكر نجومنا الكبار اللي امتعونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شكرا كابتن امتعتنا. شكرك كابتن، وبشكر مؤسسه النادي الاهلي كلها ولاعيبتها واجهزتها الفنيه، وبشكر قناه النادي الاهلي بكل من يعمل فيها. بشكر كل العاملين في القناه بصراحه، تعبوا معانا جدا السنه دي بكل الاعمال في القناه، والمؤسسه الكبيره اللي محتضنه القناه ومحتضنه قنوات كتير. بشكر الكباتن، وبشكر كابتن احمد بلال، وبشكر جميع الكباتن اللي معانا. بتشكر ايه؟ ما احنا مكملين لحد ان شاء الله. لا هو الموسم ده بقيه الموسم هيكمل بعد كده يعني، مش نهايه الموسم. فبشكركم كلكم والف مبروك، وكل سنه باذن الله كده، وعقبال يا رب دايما السنه دي مع بعض بخير وصحه وسعاده، ودايما الاهلي مفرحنا يا رب. يا رب امين طبعا. ومبروك لجماهير النادي الاهلي. كابتن اسامه عربي شكرا يا كابتن. شكرا لك ايمن، وبشكر كل من يعمل في النادي الاهلي، ومبروك على البطولات دي كلها، وموسم ناجح، وان شاء الله مزيد من النجاحات الفتره الجايه. مفيش شكر للعاملين في القناه؟ طب طبعا هيمشي، ما هو جاي. احنا ما شكر للعاملين في القناه، ما احنا انا هو واحد واحد من العاملين في القناه. بنشكر الاستوديو التحليلي، وبنشكر كل العاملين في القناه، وكابتن ناصر وكل الناس اللي ورا الكاميرات والعمال ورئيس القناه ورئيس الشركه وكل حاجه. نشكر كل من عملوا في القناه، وان شاء الله مزيد من النجاحات يا رب ان شاء الله. كابتن علاء منوف شكرا يا كابتن. شكرك يا ايمن، مبروك على الدوري، ومبروك على الموسم التاريخي للنادي الاهلي، وبس يعني ما فيش حاجه ثاني. ما ان شاء الله في كاس مصر، وهنتقابل نفس الناس في ان شاء الله في القناه موجودين وكل الناس، فان شاء الله هيكمل الموسم اللي جاي. نتقابل على خير ان شاء الله على كاس مصر ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا يا كابتن. يعني نشكركم يا كابتن، وبشكر فعلا فعلا كل منظومه كره القدم في النادي الاهلي اللي هم شرفونا السنه دي، ودي حاجه جميله جدا، وبنقول لهم
ان شاء الله مستنيينكم الفترات اللي جايه. وبشكر طبعا القائمين على قناه النادي الاهلي التميز اللي اتعمل في التغطيه في الدوري وكل القائمين على العمل، وبقول لهم ان شاء الله كل العاملين ان شاء الله وكل العاملين طبعا هم احنا بنبدا من العمال اهم من الكبار كمان. انا طول عمري كده بحب الموقف ده لان هم اللي بيتعبوا اكتر مننا. صحيح. شكرا عليك ده. اشكرك. اسجله لي انا طول عمري كده. انت معمول عنك فايل بحاله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. استوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.